تماشي مع حال الطوارئ، حال الطوارئ التي يعرفها المغرب، وبسبب استمرار انتشار وباء فيروس كورونا، كان للجمعية سبق في تنظيم مجموعة من الأنشطة، وذلك لفائدة أطفال الجمعية أو أطفال المغاربة. هذه الأنشطة ربما كان لها تواصل كبير عن طريق تقنية زوم أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الهدف من الأنشطة اللي قامت بها الجمعية للأطفال هي تقوية القدرات الذاتية والمهارات الإبداعية لدى الطفل، والتي تجد في تنظيم مجموعة من المسابقات وورشات في مقدمتها معامل تربوية، إعادة تدوير النفايات، وكفنون تشكيلية من حيث الرسم أو من حيث تشكيل مجسمات. في الجانب الأدبي كان هناك دور للشعر والقصة شق في هذا المجال. كذلك في الجانب الفني كان لنا عرض مجموعة من الأفلام القصيرة، والهدف منها هو العبرة من هذه الأفلام القصيرة. كذلك فيما يخص اليافعين، كانت تجربة أنه مع اليافع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي هي اقتسام التجارب الاجتماعية لدى اليافعين وأهمية الانخراط في الحركة الجمعوية والتطوعية. اليوم يتضح بعد استمرار وباء فيروس كورونا أن برنامج عطلة للجميع سيتم إلغاؤه نظرا لمجموعة الاعتبارات، خصوصا في الجانب ما هو صحي وما الجانب الصحي. من المفروض بعد إلغاء البرنامج عطلة للجميع على وزارة الشباب والرياضة تفكيك مجموعة بدائل وصيغ لا تحرم الطفولة المغربية من الاستمتاع بالحق اللعب والترفيه. ومن بين الاقتراحات اللي يمكن نراها كجمعية، أولا التفكير في إعادة النظر في مخيمات القطب وتعميمها على جميع المناطق المغربية. كذلك فتح فضاءات نشاط، وخصوصا كما عرفنا دار الشباب تغلق في شهر 7 و8، الآن بات من الضروري فتح هذه الفضاءات لاشتغال الأطفال واشتغال اليافعين لقضاء الوقت وتزييد وممارسة حقهم الطبيعي في اللعب والترفيه.